أغمض عينيك، استنشق ضوء أبيض وأخرجه عند الزفير. أمسك الزمرد في يدك وأشعر بطاقته. افتح عينيك قليلا وانظر إلى الزمرد الخاص بك. أغمض عينيك مرة أخرى واشعر بالزمرد يتوسع وينمو بشكل أكبر وأكبر. الزمرد يستمر في النمو، ويمكنك رؤية جدرانه والتعرف على بعض الحروف الهيروغليفية القديمة. الزمرد أكبر منك بكثير، يصبح بحجم منزل، ويمكنك رؤية بيب أخضر عليه. انظر إلى البيب واذهب من خلاله. خلف البيب هناك سلالم خضراء تؤدي إلى الأسفل، فتبدأ بالنزول بينما يغلفك ضوء وردي ويرافقك. استمر في نزول الدرج وتصل إلى بحيرة جميلة بها مياه بلون الزمرد ومليئة بالزمرد في قاع البحيرة. ادخل بحيرة الزمرد وابدأ في الشعور بالمياه التي تشفيك. أعبر بحيرة الزمرد بالسباحة وشاهد الكائنات على الجانب الآخر.
يرحبون بك، إنهم أناس من أغارثا. أخرج على الجانب الآخر من البحيرة واستقبلهم. أشعر بهذه الطاقة العلاجية وأن هذه الكائنات لديها رسالة خاصة لك. امنح نفسك لحظة لتشعر بالرسالة وتستقبلها. يمكنك مشاركة طاقة الجنة القوية والشعور بها والبقاء هناك لبضع دقائق. ثم تودعهم وتعود إلى بحيرة الزمرد.
أشعر كيف تسمح لك البحيرة بدمج هذه الهدية والطاقة الجديدة التي قدمتها لك كائنات أغارثة. قم بالوصول إلى الجانب الآخر من البحيرة وابدأ في صعود الدرج للخلف. استمر في الصعود حتى تصل إلى الباب مرة أخرى وتخرج من الزمرد. أشكر واشعر مرة أخرى كيف يعود الزمرد إلى حجمه الأصلي. قم بالشهيق والزفير ويمكنك فتح عينيك مرة أخرى.